الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكنة ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكبع وحام هذا علينا يا مرتدنا وماتي علماء مرحبا وزازية المها صاحبين معلمين تلمان وما سنتهين سيدا أوصل قيب قشان حفلة دل و مال سوون مع بميرا أو خير بغنة مرتي أدو أنا أسمى أنا لجوكتا هذا أنا لغسي جرى حالات أولوس ويكرم على تأجر بغنة أعماش اللي قبلنا على أقول مدبا جوكتا قفك عملك أوقفتو وقت الزائد كله بحاجة هاي دبعتها نسيجرتو هي وقت العمل كوقفته وقت أنصار لوسي بعنين إسكو أجر ماهم مركع على ذا الأوقتين أخجره مرتبة لوجو ماتي جالس لوجو ماتي كتاب كقرآن كأي شرفان لوجو ماتي وماسينهن وحام مرتبة شو لوجو إيه أول مرة يعني أوهر شاد الرحمن ورنيرة دكتور شاد الرحمن ورنيرة ما شاء الله إلى سبحانه وتعالى ربنا كيو وحقا لما نجيبا ولالك أنا مجدقو محمد برو أصبع مارتي أنا مارتي كنا لقرنين وقت أنا هنا نؤمو وقت نوهد شلونا الله واللي يسلوس أجيبي وكم ما سيهاي وحقا لما نجيبا الشيخ محمد هيبي إلهي سبحانه وتعالى بركة شعب داب دولة شيخ ساق لارا وزير عيسى يرو شيخ غادر جلال قاضي شيخ عبد القادر جيلاني شيخ حسن محمود شيخ شافعي مدير مركز ابن تيميه ولا يا حبيبي وانا بالاول يا صاح مركز ان شاء الله وحنكون بالاول قران الله سبحانه وتعالى ارضي وانا اخرنا له عبد القادر عبد الله اسماعيل فليتفضل مشكورا عبد القادر عبد الله إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون جزاك الله خير الجزاء أرضي قاس عبد القادر عبد الله إسماعيل إلهي سبحانه وتعالى حبركه مركا ولا البرنامج كي واسكسي وانا انا لقى وقت قالنا ان شاء الله سي اوكتهين عفوا اسكر على هذا حال المغالنا الربع كان عاي تقريبا صدح ساعة افر ساعة سعودي إلهي سبحانه وتعالى ما قد اسكله مركا كل لغة ولا صو يا ولا صو بحاول قرية مركا ساسي دادكي حضاء اير مشكور سيهين مركا ان شاء الله اسكر على هذا مدك له وحان ان شاء الله كسول وينايا ولا امتحان كان وحق قبلي شيء مارت لجنة وكوكوبان كسعته دعاء رب رابدة بلان بلا ومرح ويا هاي شغل رها شغل سين أخانا مارت شامك لجنة أساس سوري إن شاء الله أنا وقت إلى لنا إنه شغل سين فلا تفضل مشكورة مجورة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا ليال مهد إلهي وأسكال أليه ما تنوسه لي ننسكوه ما أنه مساجد بركة سن كوية المغرب بلنبلا أنك كوكمنا أنه حلفت لو قمنا هاي علمها إني حلفة سويت هاي كتاب إلهي القرآن إلهي الأولين هاي تاسع مهد إلهي يكون محسن هاي سبحانه وتعالى إلهي هنوزي هاديو إيه هذا الكي أنت قرآن بالله بن وحن كعصنا هاي أخيارتا ما سوى حاضرتي إيه أردي هدا قرآن آخرين هاي حكوم ماضي مال الفجر مال الفجر يكون ماضي ما جايد إن إلهي أمن السيو وإلهي أود جيو يعني إلهي كبرينا ما كان دعينا بالآمين نورا إلهي وحن كبرينا ما يرى إلهي دكا دقان أمن الله سيو نبت قلت الله سيو إلهي قلبه وضع حمي دايو قلبه وضع الله حمي دايو إنت كبن با بعد حمد الله تعالى كبن با وعصورينا يا شيخي شيخ عبد الرحمن ورنارو وشيخي ويو وعلى شيخ كوكسو دوو شغل وحوضا والما هذه وحاصل برتوه حقونا هذه كوكسو دوو ما تقول جفران ايقا عفر كوكسو دوو اي مقالا دادي بلانبلا يا شيخ عبدو هاد كوكسو دوو لما الله وحاصل دوو يا شيخ عبدهاب الدولي وحاصلنا علماء سن مقالا قارس ايا بلانبلا وكودي علماء اللي يقانا كمدا شيخي بداعيقي ري بلانبلا انك اني جوغي شيخي اني شيخي بي اصاب حالا يسو دوو كوسو دو مساج كادي درسنا كو ودي يا ما تو حكا دعسا حلفت كد عسا هذا سو دو الشيخ مساق عبد الله يا سو سو دو هنا يا الشيخ هاجر الشيخ جيلاني الشيخ حسن محمود الشيخ شافعي
يكدر بالمال وحاله يسود دوارا كسود دوارا حلفدا ما تلقوا من هيو كتاب إلهي سبحانه وتعالى المهن انتحانك لي قاد هاي انت كذبا با وحن مهدو إلا هي ولا الله إلا أن يتحكيم نمكي إلا أن تحانك كقاد هايين دانتا ويسود باجيين المهودي إدانها ويسود باجيين سدح بري انت فديين وحن لي يهدن بيودا الله بافو أمورنا الله تيسيريو علمنا الله بركي waxaan ku qosinayaa inta ka dambe ee ilmahan imtixaan loo qaadayay waxa quraan soo baray rag baa soo baray niyad baa ku baxay rag soo dadaalay in ay kana Allah barakeeyo maasantiin waxaan leenahay jazaakum Allahu khayr dadka aad dadaalteen si wada waxaan ku sii xusanayaa arday soo dadaalay ee meel fog ee Allah barakeeyo maayaan aniga waxaan leenahay waxaan leeyahay war socda si Ahmad uu soo dadaashay dowlka awoodna si gaabin ma hor socda taasina leeyahay in kale waxa kale oo ayna umad ilaa jeerka magaalada shijif aadan si xamuno soo dhaweeyay iyo sheeqaad mashiiq magaalada insha Allah waa mahsan tihiin inta ka dambe ee xalfadan waxa soo qalqaliyay soo sheeqna xun oo la sheegay gudi dhamaan gudi ama komiti waxa loo yaqaanabo ayaa soo qalqaliyeen gudiga gudi adduunyo gudi diinwi gudi kamaan ma maaho gudi kamaan maaho tiigeleena maaho tan gudi baa maska jira tiigeleeda jira kisu ga jira kibiya gudi asaare doon soo dooran ay ga soo bixis isqaameen waxa isku qaaminay u khidmayaan diinta Ilaahay markaas ragaasada ay ka imaansan yihiin kadambe inta kadambe waxaan soo dhawaynayaa culimada kan ka dhacay kadambe iyo ardayda iyo macallimiintoodii ee waxa martay ma walaalkeen Xaji Deeqo waxa qoyna ku soo dhaw madan barakeysan ee aad loo qurxiyay qurux badan ee malaa'igta isoo dagayso culimada ay fadhiyaan xaqiiqta ay fadhiyaan fadhi 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 Ilaahay weeyo fadhi waxa ku soo dhaw meel laga jecel yahay ku soo dhaw meel aad laga jecel yahay ku soo dhaw waxaan ku xusinayaa wasiir Ciise jidow loo khayr min iskood ilaa markii soo dhala tagay asan Allah barakeeyo waxaan ku dhigay qosay Umar iyo inay ka barhaya Umar iyo inay noo raajiyo waxa Allah inama yahow waxa isku dhaafato inta ma jabaan kale ma la isku dhaafo adduun aan kharabo ma jabuuyo hal la haato xuduud kan xuduud ah ma haato tilahay dirti ilaahay dirti baaq baaq weeyo ama waxa dunyada meel ma gaaray marka waxaan ilaahay ku soo dhawaada Xaji Deeqo markaan ku cilaaya ku soo dhawow marhaban ee wasiir Ciise xoreys aan soo dhawow ku soo dhawow magaalooyinka iyo ilmihiina oo qaan soo aqrinayeen oo duceeyay taqalo ay qaan aan ka tagay ee dhanka dhalinyarada ay kana xalay soo dhawaada gaarsku imaadeen ee rabaan ma suugud ay ka soo dhawaadaan isaani sheegay waxa shaqo qali ee arintan ayada komitiga aan sheegay ee tagelid aan ahayn tii diidde ee niman ka goowan tababar ka kooban tabaan in waxa la doortay doorasho aan qeylaan lahayn oo iska degan oo qabow oo iska degan oo aad u macaan malaa'igta soo xadireyso ee waxa la doortay misaaska balanbalaa ee kore anuuda waxa uu caafan misaaska kore ee tabid ku yaalo xafiis anuuda ee waxa la doortay aan ka bilaabnaa madaxa fiican ka bilaabnaa taariikh fiican ka bilaabnaa saxna ka bilaabnaa waxaa la doortay hijriga bis sanadka islaamka markuu u ahaa kun afar boqol afartan iyo labo bisha labaad ee safar taa labaatan iyo shan bilaas aana sax wax kale waxba ma jiro wax waafaqsan haddana bilaan kale hadda la tirsado bisha tobnaad oo hadda aan bartay oo la yaqaano oktoobar taariikh todobaatan ee gudina sayaa la doortay waxaan ku shaqeynayaa shambirad iyo wax shambirad iyo waxaan shaqeynayaa acmaash aan qabannay waska aad iska yartaa tana kamid ah waxa kale oo kamid ah acmaash aan qabannay intaan haynay laba taxfiid baan furnay mali ah dalli la yiraahdo waa la yaqaan dalli iyo mali ah la yiraahdo balij
أفرن ده وش أنا مدير كوكت مدير كوكت حسنا هذا أنا صار تيبا أفر بلوت نكان إسكت يبدأنا قيل لا ما كدي بينا هدي نسأله في الحمد لله ما سوى لنا أما هدي لي هذا إسكت يبدأ لي واسكت يبدأنا عما شاكل أنت أسويه أنت شكله عن وني وحال كل مني أقول سحا يدي إلهي شيخ سلم قال قالوا بعين نادو حالا بلا ما كل كلني قرش كل كلني أولاد كان إلهي دكتي بوها قفلوا شيء هاي ملها نك واحد إلهي أول مرة شعب حمرة يقول يعني هو جامنها يو إيه مرتين كل دورة سو جامنها يو حاجة داغو حندرو يوزيركا وصل بوالا حلفا عاد معنا عاد قرح بدن إيه عاد سؤد جيسو هذا كي سلام تاسو كسر جرجبين هيا وحن هلي حقيقة مكا هذي وحن هجاجيني حقيقة هي مكا هذي وحقا أسود عينها والله إن يستحكي ما شاء عبد عرف أشعب درف أيدي بعد ما تي إيه لا يأون على سوء قطب الله صوبيه قبل الله واسعية حنونا حنقنا الله الله ما يقاو فبلا ما لو حلي هارنت الحوجية ما قران كل وري ربع دع ربع دع وحن السمين يقولون بس مين هاي سلام الله نقول ده شيخ مسعود ده نقول ده marka aan isku xornaano dowala aan noqono aad u niro waxa la wadiinta ilo aan ka shaqnaayaal raba ama dowlad ahow ama shacab ahow libaanta waxa ku jirtaa diinta oo laga shaqeeyo intaas aan ku xadalkay ku soo gaabinaya wa mahsan tihiin wajadakum allah khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh shaxsan halaqana shaxsan akhana وارنتي مركي دورنا وخرش وكبح على ملان وخرش وكبح على ملان بل اسكده وحاقه مركي لدورتي أساقوه لي وحيري علي قال عبدنا يبدل ودي هذي مرك على كل حال وما سين شخصين إلى سبحانه وتعالى خير السيو أدب أولاد علي مارتي أرنتن إني مارتي مساقة ما تماسك باش هو قبطه وحاولا يسود وين إن شاء الله أنا وقتك زاد ولا لنه وقتها مركو راح صوب دعني أو حوار رب كيوي وحن أصل لها قف كستوحة للسيو إنه وقت وقح ساتمه بس كحر نصم بجرا فلي قد بايو لما كاس جبال كي معين مرتدة وأنا مكن متعم كقابين واسك إلى لنا نعمشا سجوا أي وأنا ما تعرف بلام بلا أهل حن أوت لا قال لي متعم بكيس وقرنيسي لما أنا قرن لي نين بان كيلي وهذا تعرف بلام بلا أول أنا أركبه مرك إلا شلا إلى ساتس كي إلى لنا إني إنت تروح في رسالة مرملو معلمين ترى المغلين مركز لما كان واحد امتحان كله كل مرة يجمع شيء دولا مركز وأدب مارتن أو ما تقولنا وعسول ويني فضل الشق آدم مدير كمارتي مدرسة فرقان بلان بلا ورنتي أدب لو شقي دعوة يا رب إن شاء الله وإن عن كتب الوية شغالا فلا تفضل مشكورة أنا غير بلان بلا ما أنت وركنا أدب يريهاي فرح أنا قاعد وبدن صادرات وعن ربعنا عن مرتدى شرفت له أنو إماتي عن سو بيو هذان نهيدك بلنبلا جو دعوتك بلنبلا كسي ولي وحن قاعد وقمه النقينا بعد حمد الله تعالى ما كان إلهي كم هذا اللي كذب نمان كان دلان يرد أو لجنة أساسين نمان كاسو آد أسود دالين خير فربضان سمعين وقدن بين سوق القاليين مسابقة إلي هرقشة وماجن بلان بلا الوقب سبقون توقنا لسوء عروريه نمان كاسان آد ومهنق هيا خير الله سيء وحان كانوا ما هدعوا لنا هيا اللجنة دي امتحانك صحضي لجنة التحكيم لما مالين او اذي الماجن في الدين آد وصبرين قرآن كدقيستين المهي كالسحين قال أنا وأمي هذا علنها يا إلهي سبحانه وتعالى هك أجرسي بذلك دراتك هاي أي سمعين إلهي هكذا المري
waxaan kaloo mahad u celinhayaa martida sharafta leh culimada waaweyn ilaahay baa weyn doctor wardheere iyo jamaacadiisa waan u mahad celinaynaa miija daaqow oo asagana inta badan balanbala aan lagu arki jirin ilaa marmar oo siyaasadii waxa ay jirta ma ogi oo maanta nagala soo qaybgalay xalfadan qur-aanka lagu maartay lagu maamuusaayo asagana aad baan ugu mahad celinayaa mahaddaa kadib waxaan idiin sheegay inaan faraxsannahay warkanagan uu yaryahay reenbalabala haddaan nahay laakiin waxaa muhiima wax yar arrimaha dacwada inaan waxyar idinka aftiimiy maajan balanbala dacwada balanbala ani waxaan imaaday 84 yaan meeshan imaaday anoo najaax shahaado cadaad ee ka soo qaatay yaa balanbala la ii soo diray inaan dacwo ka bilaabo waxaan imaaday masaajidkana lagu xadaraynaayo mawluudkana lagu qalaayo yaan imaaday ilaahay mahadi meeshan aan dacwo ka bilaawnay waa wenday dacwadii ilaa iyo sagaashameeyadii markii lasoo gaaray ayaa dadaalkii xagga najaax ka imaanaya iyo maaratay laba macalin meelahaasay joogeene meeshaas ayay ku istaagtay dadaalkii xagga najaax iyo macalimiintii la qoraya meeshaasay ku istaagtay laakiin annaga dadaalkanagii iyo kutubta inaan akhrino iyo tawxiidka inaan faafinno ummadda inaan wax u sheegno quraafaadka aan ka daba reebno waan iska wadanay arrinta ayada alxamdulilah 2003 baa haddana duqmahad imaaday khayr allaha siiye madarasada weyn baa meeshaa laga dhisay marka quraafaadka iyo waxyaalihii iyo mawluudka iyo xadrada iyo masaajid kol hore uu daba dhammaaday yaa madarasadaa la dhisay markii madarasada la dhisay waxaana la yidhi ma madarasaad rabtiin mise taxfiid baad rabtiin waxaan nahay marka hore madarasaha naloo dhiso taxfiidkana annaga dhisan doonaay madarasaha meeshaa nalooga dhisay meeshaasuu dadaal badan ka bilaawday oo kii hore kasii badan macalimiin badan baa la keenay markay madarasadii ay isku hagaagtay yaan taxfiid asaasnay marka 2009 iyo waxay ahayd ma ogi iyo 2008 meelaha yaan taxfiid bilownay walaad gaarisi joogay oo madarase tanawi ka dhiganaan u yeernay oo dhahnay oo taxfiidka taxfiid baway oo reer balanbala aadan u yeerno waxaan dhahnay kaale taxfiid baan furaynaayo mow asagoo tanawi dhiganayaan soo wadnay intaan keenay taxfiidkan balanbala subcounty meeshaasuu ka bilowday kaasaa u horreeyay ilaahay maadii taxfiidkii waa hirgalay ilmihii qur-aankay barteen way xifdiyeen waxaa laga reestay markaa dadkii loo yeeri jiray oo ramadaanka markuu galo gaaris iyo looga yeeri jiray oo dadka taraawax tujin jireen waa laga reestay markaa ilmo balanbala ku tacliimeen oo taxfiidkii dhameeyeen taxfiidkana markaa meejir masaajidka docdiisa baan yaan ka furnay meeshan marka dhammaan rarnay oo la dhisay mugu marka hore meeshan aan ku bilownay taxfiidka asaga ahaa wuxuu tusaale u noqday magaalooyinkii kale markaa inay ku daydaan markii la arkay ilmihii balanbala oo qur-aanka xifdiyeen sanadkii la arkaba dafca bixi oo qur-aan mashahaado la siinay kitaabka ilaahay xifdisan tuulooyinka dadka kasoo tujinayiin markaasay ummaddii kale oo nawaaxida ahaydna ayaa la baraarugay markaasaa waxaa la bilaabay dadaal oo qur-aankii lagu xifdinayo oo taxfiidiyo lagu furaaya yaa meeshaa laga bilaabay ilaahay baa maada iska leh subxaanahu wa tacaala marka markii musaabaqo la gaaray gaaris baan ilmaha yaan u diri jirnay marka gaaris taxfiidyaha gaaris musaabaqadii ka qaybgeli jireen ilaahay mahadi musaabaqadii aan gaaris u aadi jirnay yaa inta la keenay marka waa arrin markaa aada muhiim u ah balanbala meel maanta aan taxfiid aan ka jirin balanbala subcounty markaan isweydinna meel aan taxfiid ka jirin aada bay u yartay maanta inta badan taxfiidihii waa laga wada furay magaalo walbo
وإلهي مهدي سبحانه وتعالى يددالك علماء أي سمايين وحي إن من كان مركا لجنبه إيه وحي مركا وحي كو أمانيهن أنا يسوك هنين مركا وحيو إذن شغوين أي قبطين أي ددالين دكسيالك أي مركا يسوك هنين مركا وحان ربنا ددالك عصي إيه إنه سنة كان كله كو أكانين وحارمنا ددالك إنه سيس عضو وسند والبو مسابقة اللي قبطه ساسا جعلن هاي مركا ولاديه وحارمنا إلي ددالانو أرنتا عيادة أي كشقيانو بل سند كان عنكو فيرين كلا أرنتا أي نقونين وددالك أي سيوضان وحانك رو عطسن هيا دوكسيالك انت بدن ويها هلا ويها هلا وقت حجر المسابقة يرى القرآن كأهو مجالك نحن هذا النواحي هذا انت الوقف تاجر مركز المسابقة الساعة قد ما طيبه هذا الباص صبح إيه كلا شكل إيه شو ماجا مرت ماجا شو ماجا سالسي سعر انت مأهن إيه وحصل بالله مركز وحان رمنا وحيالا أساس وكلوتي إن مرت إن لا يرأي أولا قصو قابصت دل علماء بان يرني قرآن كي المها ما أقانانا دوكسيالك أي مكال قرنا يينا حتى خيب رمبلا مؤهو وحي قوانو صبحو او إيسو ساران وحاوي انا قوان عنوي وانا الله شاكنين او الإسحامنين ها انا الله شاكنوي لجنان لكاني اون آمني المهن عن قرنين خيب رمبلا آنهن انا اقول دخصن هذا لمن كان دلين يراد انا اقول دخصن ولادك عبد الرؤوف وبري ابي وليد ودشنا عن انا من حيس وها موغي ولادك ما قال لي اصيح هذا ما قال لي الى ان ابي اقل كل بس او من حيس وها انا ما امرت ان لجوي ام بان كسل لكن اسيد عبد الرؤوف انه مساجدك سلام ونائبك يا قانا لكن ساعه شو بس يقرنين ولادك اي ما نقانا صدر هذا الوحي وحي اللجنة اللي سوى صارت علماء وانا يكون قنعان مدى كلا وإن اللي اسكد ايو امتحانك او صعوده وحيالها هردح والله بحناي ولادها كما اللجنة باها ولادها علماء وطن قاربا مسابقة او صعوده يا وحي بالله بين صالال هي الامية جاك ماضي ما ان شاء الله وصعوه فيها هي بالباسدا وحيالها نهل الدين وهدي الرب مسابقة هنا نقطة مسابقة اللي اسكو امينه أنا تحفيد مغبي ولا أريه دعاته مجاله يجوهم بان أنا كم داي لكن وحي صعوده وان لا صعوده ملتقى ولادهم في ريا وحي يقول هاي وان أركا مركز هذا رادت صفاء رنت أي نوغ في عنات النميه وإن أن آمنه وحي صابح إن أن آمنه وي قصد كأنه وين وإن وأهاده سيدي إلهي سبحانه وتعالى سان أرى اللي قال لهن قرآن كان سيد إلمها أمرت يكون حفظ الله هاين سيد ما أركت هاي أمرت قصد كين وينو سان نقض وقصد كين وينو نقضن مجال هبلة يا مجال هبلة كهر مرت ميل هبلة أنا بقول كقاعدة تايو وها وينو قصد كين ونقضن الباب كل أنا والله بلني وعرور تاني كل مجالين كون أمرت يكون إمامين كتابك إلهي أيا اللي حفظ الله saad daraadeed iga raali hada hadalku waan farabadiyay soo dhawaada wa salaamu alaykum raxmatullahi barakaatuh wa alaykum salaam wa raxmatullahi barakaatuh shaqadan afwan halkaan ka goynay walaal yaa waxaan loonay oo la rabin ka hadlo jeermanka tahfiidaha tartamayeen ila 13 tahfiid yaa intee ma tartan ku galeen حقيقة الصعوبة ما له فرق بدل لا يتوان تحفيد معك معك كل ما بين تحفيد هو كم بعض عبس مد شنبري ساقة كاشا أولامل كله برامبلا أولامل إسكوت مارتي لبحلو يوم مارتي هذا يوم قرنو بقى تحفيد ما لاش كل ما بين ما كلا يتوان تحفيد يا مارتي تنقلين المها ترتنج جلاي وحي هاين تدباتا يلا علوك تدباتا يلا علوك بهاين
waxa ku soo gabagabowday laba maalin nimanka jadwalka soo qoreen programka si markay u soo dejiyeen laba saac uu bilaabanayay oo maalinima wuxuu dhammaanayay laba saac oo habeenima marka culayska ugu lahaa kila tartan waa gadaysiin marka waqtigii ma qaadanayay waa raal ahaanaysiin waxaa naga maqan oo lis nagu jira shaaquub yuunis ma joogo kolley wasiirka warka ayaa maleen shaaqa waa suweyn asagal ma joogo waxaa rabaa insha allahu inaan kelimo siiyo asagoo soo gaabinaya insha allah chiefka magaalada yaa rabaa inaan maarsa siiyo kelimad asagoo intaa ka bac maaratay aan martida aan kusoo wareejino walaalayaal aniga manigu dheeraynaya mana hadalbadinay sababto e farax ayaa wax walba ilowsiiyey maaratay ma waxaan ku hadlaba makisay waa maaragtay farax ayaa maaragtay iga batay ilaa halkan inaan maaragtay niga soo dhaweeyo ayaa waajib iga saaran waayo maxaa noqday qofka nasiib u yeeshay halka jiifka ee nasiib u yeeshay inay musaabaqada magaaladii uu jiifka ka ahaa horta lagu qabto taa horta waxaa weeye farxad weyn bay ii tahay subcountiga dhan magaaladeyda ayaa maaragtay laga xushay qofka maaragtay loo yeeray ee la xushay maaragtay isagana maaragtay ikraamayn aanu noqday saas la aweed farax ayaa wax kasta ilmaansiiyey waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo kuna soo dhaweeyo insha allahu tacaala culummada ardayda macalimiinta ardayda maaragtay kas usoo diyaariyeen inay musaabaqada kasoo qeyb qaataan mahad weyn ayaan u celinahayaa khayr iyo ajirna allaha ka siiyo tan labaad waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa culummada maaragtay dadaalkan soo muujisay marka u horeysay ee kasoo shaqeysay inay musaabaqadan hargesho oo ilaa ay gaaris soo riixayeen ilaa halkan ay kasoo gaarsiiyeen walaalahena iyagana maaragtay mahad ay mudayhina u mahadcelinaynaa ajir iyo asxaanaadna allaha ka siiyo midda kale culummadii maaragtay balanbalaa joogtay ee ayayna soo dhaweynta ka qeyb qaateen ayagana maarat dadaalka muujiyeen ayagana mahad ayaan u celinhayaa waxaan kaloo mahad u celinhayaa magaalada balanbara ee soo dhaweynta maaragtay muujisay ee maaragtay ayagana maaragtay fududaysay inay maaragtay arrimahan ay hergelaan ayagana mahad ayaan halkan uga celinayaa waxaan kaloo soo dhaweynahaa insha allahu tacaala culimaudiinka waaweyn ee sharfan ee barakaysan ee khayrka wataan maaragtay oo maaragtay naga soo booqdeen magaalada Gaaris ayagoo maaragtay waqtigooda soo dhumiyeen roobka kusoo kalaheen culimada uu hogaaminahay sheekh cabdiraxmaan warsame cabdiraxmaan wardheere uu hogaaminayo doctor cabdiraxmaan wardheere uu hogaaminayo ayagana mahad ayaan u celinahay soo dhawaada ayaan leeyahay kusoo dhawaada magaaladiini oo maaragtay barakowday magaaladan hadda maanta aan joognana intaan weli u gudbin waxaan maaragtay mahad kale u celinayaa sheekh maja maxamuud maxamalay maxamuud maja maxamuud maja deeqow maja deeqow barow ayaa isagana mahad u celinayaa ani maxamed isma kasay lakiin iskuul baa aan jirin balanbala isla dhigi jira 1984 baa galaas wayna keenanay balanbala isagana markaa wa iga horreeya lakiin galaaska ma sheekeri laakiin markaa arday buu ka waan garan asiga iyo ninkan cabdikey ay dhaheen arday baan weli aaday iskula socon jirin waxaa kaloo maaragtay halkan ka salaamayaa maaragtay aan kusoo dhaweynayaa wasiirkeena ciise yarow kaahin asagana dhawaasho waan soo dhawow kusoo dhawaada balanbala dhammaantiin idinka oo maaragtay ku faraxsan noona ducaynaysiin insha allah xafladan waxyaalo bara badan oo qeyr ayaan kala kulanay hadda waxyar maaragtay faahfaahin ka bixiyo maalinkii xafadan la qabanayay cabsi weyn oo maaragtay ayaan haysay culummadii soo hormareed oo maaragtay aan la fadhiisanay waxaa la is yiri war anada corona baa ka jira intaas ruux meel haddii laiskuu keeno amiiba waxa uu maaragtay uu siyaada oo dhib nooga imaadaa laakiin qur-aankii rabayay mucjiskiisa iyo barakadiisa wax weyn ayaa meesha ka dhacay qur-aanka dareenkiisa wallahi billahi taala magaalada way gelgelatay farax ayay la gelgelatay maalinkay imaanayeen culummada maaragtay halkan wallahi billahi faankan lama hoos fadhin kara kuleel kuleel ayaa la fadhin lahayn haddana waa aragtay hadda haddii laiska damiy qabow ayaan u fadhinaa nimcada ilaahay iyo barakada ilaahay waxay sababtay inuu ilaahay cerki maraqa noogu furo culummadii halkan imaatay waxyaalo fara badan oo kheyr ayaan kala ka faa'idaysanay masaajidkii maaragtay ay darsi ka jeedinayeen waxaa kaloo maaragtay waynoo duceeyeen oo maaragtay
الله ينبرين معي روب أي الله نوبر روب كي رواه الله توا فرعاد آد وين مرتب معي لي روب كآلة يعني أقبانه حولها أنا قاعد لقانا إلى إن سلاد واقع مركو برمجال إن نول بعوص أي العكس وبيهنا ساكن الحمد لله رب العالمين وحيا لو عمر وإل فرح حياة الله ساكا فرح سبتي سأي وحكا ستالي لون قرآن كمعجز كيه هل كان لو أغري إنو بركي سيهاي وحيا لها سأي كتو سيان إنو ما أرتاتا عيور كاتا أو داوي أنا أدى محمد فيلي بلنبالا إن أتا كورونا ووكتك دونو ومأولو وارك دونيب أول هرنا ما نقول حدا إنو بسوء جاري دون إن شاء الله وصابت ومارت وقرآن كيرو إنو مارتي ومارتي ومارتي حوق وين وكاقادنا ومارتي لاي سبتيس ونرجع إلنا والله ريال وحان روح هل كان إنا عصير أنك جيسلو أنا يوم مارت هذا الكن نقصي ديرين معايا لهذا الكن عدد بغان أياسوها يان مارتي مساواقه دي مارتي مارتي نتيجة دي أيال هو إن مارتي هل كان لغا جيدي ومارتي دادك العبال مريو وحان روح إنا نقع عصره سدح شيء ولماذا مارتي الدعاء دي معايا لي دادك مارتي هرتو من دقوش رفضان باتدين أولو مارتي اللي سوده ويست من دقوش رفضان باتدين معا بوس كنا محمد صلى الله عليه وسلم أي مارتكو فريدين ساس الأول مارتي مد لسوده ويست من دقوش رفضان باتدين والله بمحاد الوتين مسافر باتدين أو مارت الدعاءين ومستجابة محان إيرو عسنايا مدة عن أمالينا سنة يوح إن أيتهاي علبة نهيستا دقال وان دقال إن أنا يلنما ولا رهن أو مسلمين أو جيران آن هاي أي أسلاينينا بل إنو دقال كا إلهي نقصو أفجر إن شاء الله أو أمد إلهي مارت موافقه أو ماهي متكو كدي أو مارت أولك أولك إلهي ونقاض ولا لا يلا هرت الدعاء وانيق أقبر وانيق عصنا محان كلو نيق عصنا يا أنا يوم مارتي مقاله الشيف كيد ومثله حد أنا محمد حبيسك ملحوينا يا مثله أنت كلي يا كفر يا محان كلو نيق عصنا يا إني أجر كان دمان تن ونجا صار ومد وقر جار إلهي ونجا صار هنا أيضا إلهي نجا بريدي ما ربا وأجر كان مارتي عقبات فربنا بوكان يعريدي فربنا إنه إلهي مارتي نجا بتباريو أنت ومد وهاي إلهي وكسار وكبعيد ودنك قديس يمال والبو مسلمين تيكونوا لي يمال ودو مارتي أمد مارتي أدنى يكونوا لي إلهي كسار تنكلا نقع سنة عصي يا سيدي حدو حاوايا ولا ريال عصي يا سيدي حدو حاوايا وحاجرتا إنو الروب كان مركز مارتي ونو يرادو أوروبا ما أرتي وحير ما أرتي ومارت ومضي إم بدن أربعة بدن إم أرتي ومارت ده مع جوهرات بعجر أوروبا وبكده إمبو إنه أوروبا إلى نوسي هذه وأمارت إلى هنا قلت لقاه تاسع مارت يا أيدنا سدح كأي مدة لبات إنه إلهي موافقة مسلمين توصي مدة أفرت مسلمين تقول إلهي موافقة سيو أصيا أي مارت أفرت شيء أفرت مارت إن لغرتو مع أدو جلالها إني أفرت شيء إن شاء الله ولا لقد دعوه أنا وهذا الكل يقول ديرينين سودا ولا kusoo dhawaada balanbala waa magaaladiini magaala aan maartay marti ku taadin maaha waa magaala aan waligeen biiman jirteen maartay kusoo dhawaada darsigana hadda maartay musaabaqadan hadda bilaabtayna waxa ma anaga balanbala sub county mid maartay magaala dhaxayda moogi mid maartay magaala ka baxsan sub county waligeed maanta waa nooko saas loo wad maaniga oosanaya in meesha la yahay harin oo maartay maartay dadalka aan moojin in maartay maanta geli ku fiiri ayayno إن شاء الله هو ردّك سيلوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي آن هلي هلي عفيو وهي آن هلي ما أرتي أجر الله جسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم أسي هاي كنت آب بنواقب قاتي أرنتن يحقق قبض كي وحاسو لوينا إن شاء الله الشيخ عنايا شاد الرحمن والغير هذا إن شاء الله أنا سود ويه شيخ فلي تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن من دواعي السرور والفرح مشاهدة هذه الوجوه النيرة حملة كتاب الله تكريما لكلام الله تعظيما لشعائر دينه أيها الإخوة إلهي بحمد إسكالي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه maanta oo kale waa maalmaha nasiibka iyo xadiga iyo nicmada ah ee Ilaahay uu nagu manaystay
inaan ku shukrinaa uu mudan yahay subxaanahu wa tacaala. Waa kulan aada iyo aada u qiimo badan, zamanka uu dhacay iyo makaanka uu dhacay iyo xaaladda uu ku saabsan yahayba intaba waa kulan aada u qiimo badan. Kitaabka Ilaahay ee mubaarak ee barakaysan, barakadiisaasna aan la soo koobin waxaasu barako u yahay, waxaasu barako u yahay wax sheeg sheegan oo hal iyo laba maaha, waa cumuum. Wahada kitaabu anzalnaahu mubaarakun fattabicuuh wataquu lacalakum turxamuun. Kitaab mubaarak ah ayuu Ilaahay inii soo dejiyay, qaata oo raaca la yidhi, naxariis baad helaysaane. Caafimaadka, caruurta, xoolaha, waxaasoo dhan iimaanka, taqwada, janna ku garidda ugu dambays, barakadiisu waxay bilaabanaysaa maalintaad bilowdo, waxayna ku dhammaanaysaa guriga jannada markii la galo, ayay intaas soconaysaa. Nasiib waxaa le marka ninkii Ilaahay qur-aanka uu siiyey oo ku qancay oo iimaansaday oo jeclaaday oo garab u noqday, qofkaasaa nasiib iska leh. Kitaab cadiim ah Ilaahay wuxuu ku tilmaamay, isagii soo dejiyey cadiim buu ku tilmaamay. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني سورة الفاتحة والغت المعي هي قرآن عظيم كان كسين نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب كاس أدوكتي سلسلة ذهبية، سلسلة هي أبتركي سوى حلبها وأبتر ذهبية. الله سودتي سبحانه وكلام كيسي ملك جبريل وملائكته وفا لبضان يا الله سوديبي nabi muxamed oo rususha ugu fadli badan baa lagu dejiyey. Ummadda nabi muxamed ee ummadaha ugu kheyr badneedna waa loo soo dejiyey. Marka bishaaro weyn oo cadiima weeyaan inaan weynayno, uun tacdiiminayno, oon u ixtifaalayno kitaabka alla subxaanahu wa tacaala. Qur-aanka dhinac kastaba daawo u yahay, mar walbana wuxuuna weydiinayaa su-aalo ay tahay inaan ag istaagno jawaabtooda. Waad maqlaysay wiilkii qur-aanka noo furfurtay aayaddu akhrinay, aayad cajiib ay ahayd. wayuriikum aayaatihi fa aya aayaati illaahi tunkiruun. Ilaahay aayaadkiisi bay ina tusayaa, ee aayaadka alle midee keehood inkiri kartaan. Waxay lamid tahay fii suurati araxmaan fabi ayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan. Nicamta alle uu ina siiyey faraha badan mideed beeninaysaan. Waa su-aal kaloo iyadana da weyn oo cajiib ah. Aayaadkaasi kawniga ahee samaawiga iyo ardaawiga ah ee indhaha ku hayno, ee Ilaahay waxdaaniyadiisi iyo midnimadiisi iyo qudradiisa tusaya, iyo aayaadka la akhrinayo tanziiliga ah ayuu Ilaahay nagu manaystay subxaanahu wa tacaala, oon amraya inaan ku cibro qaadano oon barakada iyo nicamtaasi ku shukrino. Taxfiidyahan qur-aanka ah cajab badan bay leeyihiin, weliba balanbala aad bay cajab badan u siirayihiin. Maxaa yeelay waa meelaha taxfiidyaha intii laga furay muddo yarra ay dhisnaayeen, duruuf aada iskaga liidata oo gaabana iskaga bilowdeen oo hoose, haddana meelahaad aragteen muujiyey. Waxaad arkaysaa marka barako Allah ku dhacday, barako Ilaahay ayaa ku dhacday oo meesha ka socota mooyeene ma aha wax awood aadame iyo bashar ula yimid ma aha. Waxayna tusaysaa niyad wanaagga iyo ikhlaaska iyo daacadnimada lagu aasaasay taxfiidyahaas. Waxaa saa u leeyahay muddadii oo gaaban iyo masaafadii oo kala fog iyo midhaha ay soo saartay oo aada iyo aada aan la suuraysan karin, wax la yaab la wey. Marka waxaan leeyahay guddida soo qabanbaarisay ee u taagnaa dacwadan iyo isku xirkan balanbala iyo tuuleenka saraacsan iyo macalimiinta dugsiyaha hayay, intaba waxaad ku faraxdaan iyo waalidiintii dhalay ee soo saaray caruurta ku farxa bishaarada iyo nicamta weyn Ilaahay ina siiyey. Waxaa dhammaanteen aan isleenahay qowluhu tacaala inaan xasuusanno uu yidhi waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuulahu walmuminuun fasayara allahu camalakum warasuuluhu walmuminuun wasaturaduuna ilaa caalimi lgeyb washahaada. Sayara allahu camalakum warasuuluhu walmuminuun, Ilaahay baa arkaaya camalkaad samaynayso. Haddaad niyad wanaagsan u samaysay waa la arki doonaa, haddii niyad xumay kugu jirtayna waa la arki doonaa.
marka qof walba uu niyadda hagaajiso oo camal weynaad gacanta ku hayso ogow oo ku sabir nicamta alle uu ku siiyeyna ku shukri. Intaasaan leeyahay walaalaha guud ahaan, gaar ahaanna raggii gacanta hawshan ku hayayow aada iyo aad dadaalkiina waad aragtaane. Soomaalidu mararka qaar waxaa ka dhacda inay gaabiyaan bacda nashaatin waxayawiyatin waquwa, marka hore dardar cusub iyo nashaad iyo fahm wax ku bilaabaan, marka dambe waxaa arkaysaa wax dib u furfurmayaan. Oo dugsigii waxaad maqlaysaa khilaaf baa galay, dugsigii waxaad arkaysaa macalinkii waa ka saxday, dugsigii waxaad arkaysaa waalidiintii baa ka gaabiyey, caruurtii waa sida hore ahayn. Waxaasoo dhan lama rabo. Waxaa la rabaa mar walbaba ningaxa in la adkeeyo, nashaadka la xoojiyo, wixii aan horumar ugu gaari lahaa mar walbaba isku kaalmaysano, tacaawunka iyo khayrkaasi horey loo wago si ay caruurteena jiil ba jiil kooxba koox ay usoo saarto. Macalin oo meesha joogto ka muuqo haddaada ka maqnaanaynin. Runtii waxay muuqataa inay ka muuqdeen oo wax soo saareen. Innagana waxaa waajib naga saaran madaxda iyo culimada iyo maalqabaynka iyo waalidiinta dhammaan juhdigaas aadka u daran iyo kuleelka aadka u daran iyo culayska macalimiinta haysta inaan la qaybsano, mar walbaba dhiirigelino oon garab u noqono. Ajirka qayb baan ku yeelanaynaa. Waxaa socda midhahana waxay noo noqonaysaa cilmi yuntafacu bihi. Haddaan dhimannana ilaahay subxaana watacaala, haddaan sabab u lahayn oon qayb ku lahayn, ilaahay naga hoojin maayo subxaana watacaala. Jazaakum allahu khayra culimmada ka qayb qaadatay hawshan. In badan baa loo duceeyey. Waxaan leenahay jaziihiina iyo abaalkiina ilaahay ha ziyaadiyo mubaaragna ha ka dhigo. Qur-aankaad xambaarsantihiina mid oo ilaahay ummadda uu ku anfacay ha ka dhigo. Dhammaan inta kasoo qayb gashay ee usoo socotay ee imaatayna waxaad ogaataan ilaahay wuxuu yidhi naktubu maa qadamuu wa aathaarahum, waxay hormarsadeen iyo raadkoodaba waan qorinaa intii gaarigu uu shaagu soo laabayay ee lasoo socday. Famaa ajir iyo thawaab ayaad ka helaysaan. Ilaahay waxaan ka baryeenaa bishii ramadaan baa soo dhow inuu dadka uu caafimaadka ku gaarsiiyo nagu daro, camalkeedaas faraha badanna kuwii ka qayb qaatay alla naga dhigo. Qur-aanka kariimka bishiisi weeyaana bisha ayada ah qur-aanka dadkii qaatay ee ka faa'iidaystay ee si fiican ugu guulaystana ilaahay inuu naga dhigo subxaana wa tacaala. Ducada uu codsaday jiifkana aamiin dhaha. Ilaahay waxaan ka baryeenaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu naga kor yeelo colaadda dadka muslimiinta ee xurgufta u dhaxaysa ee dhiiggoodu daatayna inuu intaa ilaahay nagaga joojiyo, quluubtooda inuu ilaahay isku soo dumo, muminiin muslimiina weeyaana inuu ilaahay xasuusiyo tuso iimaankaasi iyo ku walaaloobeen dhiiggeedan uu xaaraan kara yahay. ilaahay wixii fadqalala iyo dhibaato wadan ummadda ha ka qabto. abaaraha ilaahay naga kor yeela iyo kuleelka cudurkan safmarka ah ee dadka qaar ay u dhinteen u shahiideen aan u rajeynayna shahaada, in badanna hadda sheeganayaan cabsi badanna ku reebay dadka. ilaahay waxaan ka baryeenaa maradka iyo cudurka inuu naga kor yeelo, caafimaadna uu noo soo dejiyo. barakadii qur-aanka kariimka ah ee hadda nicmada aan ku helay maxaa yeelay reebalambala laba roob u da-ay, roob macnawi ah oo qur-aanka ilaahay ah iyo roobka xisiga ee matarka ah yaa ilaahay subxaana wa tacaala xiriir baana ka dhexeeya. maxaa yeelay walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow la fataxnaa calayhim barakaatin min assamaai waalard, haddii ilaahay intii la rumeeyo taqwo lala yimaado diinta la qabsado samadaa la furaya ardadana barakadeeda soo baxaysa. wajazaakum allahu khayran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahay subxaana wa tacaala maarta ka abaalmariyo kelmaddaas anugu waanisay. runtii inaa 10 daqiiqo nagu dirto ana waa iska jeclaan lahaa, laakiin waqtigaas aanu hayni, subaxan baa nagu raaxaysanaynay. waxaan soo dhaweynaa insha allahu walaalaa wixii dambe aad u codsanaynaa ruuxka soo istaago waqtiga inuu aad u ilaaliyo. waxaan soo dhaweynaa insha allahu sheekh cabdihaab diwale insha allah kelmad siinaya insha allah, anagoo rabo inuu insha allah waqtiga u ilaaliyo. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وعنوب علينا ما تنكا ماشا نسكو معني أرت الله وما يسكر سبحانه وتعالى أول وقبل كل شيء إله ما كن بهذين سبحانه وتعالى. بعد ذلك نبكى ولا عليه أن الجنة هي شيخانا وهو قامنا يأينا ومهسيهين نشكركم
رجع علوم عليك سو شقي عروت دكسيال كيانا وما سنتي نريدين كنا وكشكرنا رجع نصور دوي ومعلم بلنبلا يا مرحلة مرتقات كنا شرفت عن أسمائنا أيها وحلينا هو ما سنتي شكرا لكم وعن كلامكم هذين أينا أيها شكرا لكم علينا هي لجنة تحكيم ولا عليهم وأيها أنا حبينا الماشين جوي وكتب قاتم ماشين ومعلم ذو ذي غيره ذي كسب بحو كسب توي كلنا قيب قاتم لم يشارك مسابقة انتحامات كذا يا تحفيد كذا سلا الكرسول كوس كوكرده هاوش أنا أي كرة وسيس عطف هم ذي ذا وأنا ملوانا لوعدي كلمة ذي ذا كوس عصمة إلى يهود سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الفضل الكبير إلى يهود سبحانه وتعالى كتاب كان ذكر لدى حشية إلسية اللغة قاموها اللغة لي يا وحلوق بيسد حقيرات فمنهم ظالم لنفسه بالير ومنهم مقتصد والغد وكاني ومنهم سابق بالخيرات والغد حجيسي سدح والغد ذكر سلام كهابا بلك لقيب ييبو سدح قيب على غد باش قال ميال وحلوق فمنهم ظالم لنفسه وفصلين تقارب عنكم فصلين وروح عمل كيسي وناكسنا يا كيحو ما انت الميزامي كيحو ما او بطي ذنب يسا بطي ميزان كيسا خير كو يراضي مقتصد كان وحوي وروح عمل كيسا مركي ميزان كان لصاري حسنات كيسا يشر كيسا اسلاي كارين مقتصد ومنهم سابق بالخيرات متك قدام بينا وعالي روا سابق بالخيرات وروح اللي ماذا عمل او قبطي متك وناكسين متك حن مركي لسكرب لي عملك خير كي وناجها أو بطيء وهاي وقاس على مروان كي مرك الدنيا من مرك حاول ينم ومن لعبه أوف وفاي ولما دين تان على مجاله من بلن بلا يأري ذي ذا وعنو مال إنجار لواتي دور سنة شغال الله خير رسية وعمل يا فرت سنة دعوة كسوري كل وكل جيها كل ودت كل كاشري معناه هو حكوت بام كرنا إلى يا بركة يا سي عروتي سي دعوة من برمبارا نيك كسوق باتي وفاريستي بيالين كوين كسو تغي انت اسكد دقون نغضي انا انا قار مدى لغاتين بار سلام كسو بيرني اللي انداب الداب يبالي مكتي انا لفتان الداب انسيب لغني داب انا او حسين شا حسين عبد الله حسين عبدي يا رقاس والرقا نيك انا الداب انا نقد دنبيني ندب انا انا نقد بحر سلاوي انا انا ضد ما كسي دنبيني مدى لغاتين بار سلام لفتان انا حوالي عشق وفي عماك قبرني waxaa ka mid ah taxfiidaha laftooda meel badan baan u marnay dib badan baan u marnay aqli badan baan gelinay fikrad badan baan gelinay waqti badan baan gelinay taxfiidaha hadda marka hadana heerkan hadaan marayaan maanta meeshan aad arkaysiin iyo sharafta aad arkaysaan loo fadhiyo magaalada Garissa hadda lagaga imaaday looga imaaday yaa hadda dhex joognaa dhex taaganahay waxaan wadaa magaaladan musaabaqada si aan looga qabto tii horeysay waxaan ka horeysay دورة الله قبته علماء معلمين تقول الله قبته الله قبته مساجد كان من عن نبي جرب هداية مركز الله قبته جري أيوة أنا طور بريس عطي شو هم تعاسين خير الله سيه وجميع البيان مركز وحالة هاي تحوين دورة دورة ده مسابقة وأنا لسيه والله أرى أنت اللي وجو جرين كساس أنا كساس عليك كقدم بأي وأنا وضنه دكسيالك مركز meela badan baan dugsiyaal ka sameeyay ama dhinacan ha noqoto ama dhinacan ha noqoto ama kor ha noqoto meel hadda kaliiban badan ama maanta ka horreysa eedeedan balanbala inta aniga aan ogahay in tagay ma jirto inta yareeda muddada ay dugsiyaalka qaarkood waxay dhisan yihiin sanad baan maleynbo hadda laba sano gaadhi baan maleyn san filayo qaar laba sano qaar saddex sano waa inta aan bay ahaayeenbo maanta heerkan ay soo gaareen ee musaabaqada waxaa la yiri moogtahay culimada qaar waxay dhigi jireen بعض الرجال خلقوا للأكل وبعض الرجال خلقوا لحراسة دين الله رد قارو أبو سميسيهن إنه وحلا قانو بس عناش تنقروا بو سميسيهن رد قارو أبو سميسيهن إنه الدين تي إلهي سبحانه وتعالى أكر قاران إنت هذا ما يسوس كبوت ودعوه ما دي الدين تي إلهي أكر قاران وحكا نسكوه مانا نوال بالدين تي إلهي أكر قاران نسكوه مانا أو خير كان يا قرآن كان عنكي قيب قلو magaaladeena hadda saaka roob baa laga soo gali waayay dhaxda roob baa laga soo mari waayay quraankii iska noqon roob doon hadda roob doonteen waa roob doonteen quraanka ma roob doon noqdayo
فضل إله سبحانه وتعالى مركب حاله هاي مسابقة ذا شو حسين واحد مالين حورا وكرة غفاري يبغلج مديس كوديس حاجة تقاله وريه إلا هو نسكش شيء قال في عنا مكت سهاد ولا هو خلده من شو حسين يرجيس أو شغله هو كجرو أو شغدور كجرو وبدأ وريه جايين إلا تقاله هلامبل هيك قال راح هذا خير لاسي مش بدي يساعدين وهذا كان مجردقة وكمدي هاي وزير عيسى وكمدي هاي ويساعدين متقاه ونركاي متقاه فرنا وأركاي وكجري مركا وحال الرباب مسابقة ونفط حالات المانة نسية نفط مسابقة قبلنا حالات المانة نسية وحال مركا رتين مسابقين قبلتين أنا إن شاء الله وانجو ونادوا مشغول يو امتحان المدرسة يروح أسكو وقت نغوي لكن حالات طلعنا ويسكي جرتي إني قلت إن مركا حال وجودي نسي الدنبياتي الموتى دولاي رابي مركا وحق مشي وصل قبلنا ما شاء الله وصل أساسا يو وزير جوعان ملايين هذه المغاصات اللي ما شاء الله يراها اسكت إذا كان كياس نجار سلك صباح ياسا كتجنة هذا كان حنوم بلاه نفتي أحد بن يعني معناه حنوم صي حنوم بن بايق قبتي جاس يوحى قبل مكتي تفكي أس أسي وكجري ما شاء الله إما له هم بعون أو حفيا هذا الصعبان رجع أسي وكبدها وكجري ما راح نمرك ساس وش قينا يعني حاجة دقة ونخر لاسي ونقصه برسالة سعادة اللي قبل الله حول جيسة يحول جيسة يا أغل جيسة بنت أنا مركو فهذين إن شاء الله تعالى دولا وراهم marka waxaan la yahay marka musaabaqada qabaneysiin waxaan taqaalo bahorto ugu badan mesh ana musaabaqada qabaneyno ana lacag soo qorra marka ugu hore hadaa 19 iyo 20 mushaqluu horta waxa isku qora ana ya shakhsi walba konton kuma bixina ana hada konton kuma bixiya sanad walba kaliya bixiya ruuxaan ka baray mala ruuxaan cusub mala jeebkayga sidayda ma u bixiyaa oo saaq bixiyaa ilaahay inuu la bixiya waa musaabaqada la qabanayo marka lajinada mesh waxa la rabaa ayaga inay ay qaadaan ay wax saaraan كده محلص ما يدكسيالك يا العقل سارة دكسي والبو لما شاركين عشان يتبقون سارة صدع يدوان دكسي لو يتبقون سارة عشان بقول الله عطنك ونبقى هشين بقول له ملك الله كلا ويدين هجاي ويدين توسي برك إن شاء الله تعالى الدولة يراون أيها نساء الله قبته وعقل لو يشي يكلمه يقدم بقى مصابقه يبالا بلا لو قبل جري وعلى قبل سنة كان جارس جارس إلا تانا بلحتاج نيسان سيالي وعلى قبل سنة كان الدولة يراون ما هم مسابقة برمبلا كله أنكو قبناه نكتفي نكتفي نكتفينا ما إيش المركز هذا كو قبناه خرب الله سبحانه جارس بالو قبنا ولا يوجد بنورة بالو قبنا ولا يوجد بدرة بالو قبنا سما ما هم إيش كله الواحد اللي مناه أروح على الله يا روح الدنيا روح دكسية دكسية كنا وان تيجي جرنا وان جين جرنا وان يكتينا وان كيف بقاعد جرتين مت كيف بقاعد يا الله كيف بقاعد وان تيجي جرناش مسابقة ما نقولها وعرف المركز دكسية هذا الدنيا روح روح وضبه أنا مسابقة أنا كسر قيد على جارس. العقد كنت أكون أنا بحن من الله مري ملا. العقد من كمل ربي وحلاك لا إذا كمل ربي وهذا يقول سأقولونه. نكي كان كرا عروتا كان مش. العقد إذا قال أنا يكبر كنت أكون. صديار ما وحي سوق كان كرا كان عروت مك دولا يراد. وهر عنو صعنة يعني دبوس على غنين. إلا بينما عن جارس كيف قال جرني. حتى مرو حاجر تدك سبيش كوي اللي أبدعان. حتى المورم مكان على جارس وقرب. نيجير كده وادن تلا يرحمه لما روم بوكا قال جار سبكة يسكو مارن مركا يدي كنا تاسي يكود دوالة ولا عليه بعد مركا لو ما دعينا يلا جنة التحكيم وعند ملا وانما ولا عليه هذا شو حدود عبد السمد إيوه شو مسعود إيوه ما شاء الله عبد الرافع إيوه عبد الله علي إيوه وانما كان لا يلا جنة التحكيم نوع واحد لجنة ولا عليه أنا وحنيه لجنة التحكيم مركا قررنا مسابقة جارس ابن القيم رمضان كا أفرتيس الله بالله أنكو قبلنا وما كو قبل جرني وحي نوع هاي لجنة التحكيم أيها أنه يرين جرني رجع المركو يرتي خال الله يذن بركيو أيها المركو حالي إن شاء الله تعالى ومهسنتين الله يذن بركيو بلنبا الله بركيو قوم كودم وحاوي بلنبا لا يوي بلنبا لا يوي حاين الله مرتي ذا سود دوي وكفي عنتين مرتي أولو ماذا سود دوي وكفي عنتين إخيار في سود دوي وسيعني يقود بيس وكفي عنالين كنا في أنا حتى نهد إلى إن شاء الله تعالى مجاله مركب مجاله تعلقته إلى سبحانه وتعالى خيرنا ما فجيو دعالك وشيء ناشي ولا كان جيفك دعاته ماشي كدير إلى ما جسوا قابي سبحانه وتعالى دعاته الله ما وخر قاضه ورعل وروح السلام اللي دلي ماشي عذاب ما بنان كإيمانس مرك إن شاء الله تعالى تان الله سبحانه وتعالى أن جسوا دمايو ذاتك ولا الله كديو قلبي قال الله اسكت صدمه ان شاء الله تعالى وهذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شعب دهب دوله وما سنت هاي جزاك الله خيرا
meel aanan rabin marka hore inaan ka hadalno ayarba dhaamisay oo ahayd xaggan oo siyaasiyiinta inaan waynay marka anaga culmada disidi oo siyaasiyiinta isma qallacayne marka balta waada yani dadkan ka hadlaya qaybtaas barnaamijkaas suushada baan kula faadnay xagga dhaqaalaha ka lajna ahaan marka dambena go-aan baan ka qaadanay inaan iska gaabsano dhinaca ka gaabsanno tacaamulka qaabkii ula tacaamulayeen kitaabka ilaahay marka inaan meelaha ka hadalana ma jirin meeshaasaan kaga baxay midda kale aa sheegtay shacabduhaab waxaan ku sheegayaa ilmaha tartan galeen gaars bay diyaar u yihiin soo dhaweeya insha allah way socdaan barkoodna rabbi galayin oo hadda waxaan maleyni taxfiidka musaabaqadiina rabbi mid baa dhacday mise labada way dhaceen midda shaqumal hogaamina inta way dhacdaa maleyn taas ayada way dhacday kuwa kale waxaa jireen maaragtay ramadaan kow ismiya mise labadiisi yaa maleyni jirto laakiin midda gaaris diyaar baa leeyay insha allah kaasaan ku bishaareynaya taxfiid waxaa jiraan diyaar u ah inta la galayin haddana xag u socdaan haddii loo rabbi dhacdana diyaar buu siiyeen insha allah taana waa ku talagalnay waana ogeyn ayagana dhisay alxamdulilah ilmihiina diyaaras ma ubaahna way u diyaarsan yihiinbo tanba isku diyaariyeen marka inagu soo dhawey maan dhihilaa insha allah midda kaley runtii a ka hadashay oo ahayd maaragtay inay qaabkii a maaragtay dadkiina warriy wax u qabteen aad baan umahad celnina sababtoo shaqada inta waxuu sheegay eitifogi inuu dacwo ka wada meeshan eitifogi runta waxu maleynay aniga ma dhalan deqo waa kulay garan maji deqo eitifogi ana ma dhalan marka waagi macalinkii waqtigaa taagnaa ee dacwo ka waday iyo adigoo dibkii maata iskuuma tihiin maarata manjila taas sheekh cabdihaab suu sheegaa sax waayo marba marbay dad baa maarata sii bedelaya marka inaad xaal fara badan ka qabateen balanbala waan ognahay aad baa la soconaa taana ku maasantihiin nin kasta waxaa waaye wuxuu qabsaday naftii maarata ilahi subxana taala ka almadayn waxaan ku soo dhaweyn insha allahu sheekha magaalada sheekha maaratay maxamuud haydi daaciga maarata insha allah ka ee magaalada insha allah fali tafadal mashkuura الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الجبروت كله ولك الملكوت كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد في الأولى والآخرة إخواني جزاكم الله خير ما هذا ودن يا أمان ودن ربي سبحانه وتعالى باي أهاتي أصغينا حق تهي مرول بإني نكو حمدينو وأن كو شكرينو نعموين كي سفرها بغن أين أنكو بكرين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأي أبوين تهي مدن هذا أين أفردينو أو أه نعمة الإسلام والإيمان ونعمة القرآن انت كدب إخواني وحن في ليا وحيابه مهم كاها ولغها اللي سيجارة لبضي دي شيخ وميش أنا نهرتيها اللي شيخ عبد الرحمن مرديري وشيخ إيجيها إنه قدنا شيخ إيجيني يا شيخ إيجيني مغالة شيخ هذا شيخ عبد الكريم marka wax badan oo aan sii dhaho runtii ma harin soomaalidu waxay dhahaan looma hadlo waan hadliya waxaa loo hadlaa maxaa dhiman wax yar haddii aan ku daro waxa ay tahay arrintan aynu u fadhino oo ah qur-aanka kariimka ah iyo qaadashadiisa iyo ku camalfalkiisa iyo darajayntiisa iyo barashadiisa iyo isukaashigiisa ربي سبحانه وتعالى آيات في سورة فاطر حوغا كهر ريسة آيات ديش عبد الوهاب هذا وآخرين أي يا ربي سبحانه وتعالى وحولي أي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ربي سبحانه وتعالى يدا وحاو إنه شيء غير ويلي إن الذين يتلون كتاب الله كو إلهي كتاب كيس آخرية وأقاموا الصلاة صلاة دنا أوغي أوتوسيي
وأنفقوا مما رزقناهم وحي أنكو أرزقني أنسيني وحكمد أهنا بحيي أو بحنية سرا سسرها أو هوسو بحنية وعلانية سمو قالها أو عد أو ظاهرها أو موقتو بحنية انت ضدك يسكو درسبي ربي سبحانه وتعالى وحاءوا إنو شيغي إن إليهين تجارة لن تبور تجارة بعشرة قناعسي مرّب آن خسارين مرّك ربي سبحانه وتعالى وحاءوا إنو شيغي قرآن كأي قبس شديسة إيا وحيابها أو بمنسي هاي أما أصدا أو كلان صدي أو صلاة دي أو لأوغي إيو إلهي وحي أدومه أوسيه أو بحيان إيا صدقة دي أه عدة اسكو درساتا إنا يا آخري يا أدوم بأي ليبانيان يا أوشيغي أو أي ليهن تجارة يا بعشرة عن خسارين تجارة يا بعشرة لاسي آخر دي يا أدوم كي بوا أي نغنيسا إنت أدوم كأي جوغان وناك يا خير بي كل أولانا يا أندتك إلهي كتاب كيسا يا دين تيسا يا شرعيسا قبصوي آخر مركي أي تغانا إلهي ردهيسا يا جنديسا إن شاء الله تعالى يهليان وحامركا أنكو سأرورينا يا كلمة ذيبا وحبالان بالله اللي جواني فربالان بانا وحلينا قطو سي خيركا إيا وناقا إيا قرآنكا أينو كوكولاني إيمانتا أينو إسوغو نمد سدا أينو إسوغو نمد أينو كوودنو أو أينو كودما يستيرو أو سوماليد وحيدهان فريفول ماما يديدهان تا إيضا إيا مثل كا سوماليد وعيشيين وحاكوه ري حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويلي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا قفك مؤمن كي مؤمن كالي ولال كيها سيدي اسمه او كلا ايو ياهي اسمها سوقار كي قار كلا وحوجيه مركا خير كا اي وضلا عكتا انصاري وحفر بلن الله سو شرحي قران كا اي برشديس اي بريديس اي مدارس تفوريتان كذا ايو تحفيد الفوريتان كودا هي مسابقات كديارين تولا هي كقيب قادة شلولا أين إسوك هالميسانو كي علميه علميني مدي ساكا قيب قاتو كي معلنها أو عروه تبري وحبري أي وحبري شديس هي معلميني مدي ساكا قيب قاتو كي ملحها هي عاقلي ملحتني مدي سي عاقل مدي ساكا قيب قاتو كي مال قبينه إلهي مال أوسيي مال كي ساكا قيب قاتو كي إلهي علمي إيا أقون أوسيي إيهن قرآن كي أوبرتي أو وحك لحكومي كرسيد هذا علماء لأن لجنة تحكيمك شقلا إنوسو هيسي إنوسو ودي تا إيضا هاي هوشا هكا قيب قاتو دمانتين دينتي إيا نولين تاذي إيا كتاب كي قرآن كاها إيا كرو قادتان كيسي أين سكا الميسنو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وجزاكم الله خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد وما سنتهي إلهي سبحانه وتعالى حكو بركاته وعذي ياسنا إلهي سبحانه وتعالى لما أنتنا هلوان فعو ولن يال شخص بان بان وتعالى وقتنا وقبقبا ولمن بينهين لما أنتنا مهد الكرام مركة ملاح كرام من الجوكتا marka saddexda walaalada weyn ka mid ah saaxiibada sanaasiinana joogan marka waxaan oosan lahaa waqtiga ayaga 2 daqiiqaan si insha Allah ayagu asar ma dhig karna insha Allah waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo shaqsaq dheere suudaan culimada soo dhaweeyo insha Allah bismillaah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillaah ma baad jeelani la dhawaa isku daanaya wuxuu leeyahay shaqsaq mu dhaxbadan ma ka hadlaye 16 qodob maan ka hadlay hoosta iga wada marka 16 ka sheekh jeelani maanta muhiim maanta lay hadlay mashayikhda intay ka hadashay inay lagu daayaan baaficneed aniga wax yar baan ku darayaa horta awalan ilaahi baa mahad iskale ilaahi gee xafladan iyo mujtamaan isku umaade khayrka isku umaade ijtimaacan na soo haadiriyay allah saa mahad iskale inta kadib dadkii hadana waxaan u mahadnaqayaa ducada dugsiyaha mathalayeen dhamaan 12 ka markas ka socdeen min ka bilaabato iskood ilaa hadana arsamad
هذا أقدر فيسو لما أنتينا والله واجب إلهي إني سارة بقدرتين وإني مهد نقيا وكذلك قلبك محن راعيا نمك امتحانات كقابعين وكمدهين شيخ عبد الله شيخ عبد الرؤوف شيخ محوها عبد السمد شيخ مسعود ولي مجبور ماركين حق فريا لكن ما كبر قراء أيك أنا واجب إلهي سارة أقوم تودي إلهي بره يا أيك أنا أنت جوين بيجوتين أيك أنا وأمها نوقة يا يتمان علماء الصور حاضر تي جانب الكلاء وزير كأيوه محوها مارتي محوها من جداقو معلم أصيانا وأمها نوقة يا محن هل حديثه يا مسلمين تنا أشياء ما إيش حدث كإمامي وعلماري إلمي وعلماء نقدين معلمين توي دعاء وفود مال كوميونيتي خلي كل بنان كم وجرا يدوينها مشاكل لكن ما يلي كل بكم أغلى نبي عليه الصلاة والسلام غيري من يرد الله به خيرا يفقه في الدين نك إلهي خير أول الدانو دين تفهنسية برشاري كعمل فلكي لمده نك إلهي خير أول الدانو ملحوينو كدي لمدهن ملحوينة وزير بخدي لمدهن سيتر لمدهن قفنا لمدهن إلهي نكي وخير لدونا دين تو براب عليه وفانسيا مركا كوبي دين تقاتين وكو عمل فريع الله نغاديو علماء مركا محالي هاي دمان كو وفود هاد إمادي أو سيدت بن أول حير ناسي عنو كالي إيو كوبي مراكيز تمرهان سو سارين دبالك ميس أوجو وحالغا سيولو من كل جسمل استاي كرامله نتواج على سكول هرناو، أما جارس جوك، أما تولا جوك، إني دعوة للقوم ذو، ما تم حال الهجري وواشي واجبه، سنة جيف كأيو، دت كمل بعد حافظها محل الهجري مجالين كا، أبياشة، إيو ما تهويال كا، أيكنا دور كور إني قاتان معلن كورة يمشي مراكز تأجرب سيان. كلاف كان الله يقل علي ماشي وحبر الشبا ايه كان انت سأقدر دارني اخيرا تيم كان كلا ومعطي وزيرك عيسى وكمدي هاي عشمات ديقو وكمدي هاي اني كلم حارة كلمين اناني ايه مجدغو ايه مغشا اني امحان كسوا بحي النجاح مدرسل النجاح امحان غيري مركي لأساسا دوق محمد يوسف حاجي يو محوها دوق مهد كنوه ويليار بعشرة مركاب الله حاج عيسى مرعد يا أساسين باليد هاي ميقا كبحد ميقا كن او روح وقارب وحشن تقارب كلا آبين او دعوة رمان تفافنسا نمان كا مركا علماء نمان كا قرب استاقين يا علماء ساسمينها شا محمد أول شا فلان شا محمد كذا كلا كلا قليها يا حاج مهد كنوه يا نينك اللي يراهم هو الشيخ محمد يوسف حاجي يوسف حاجي يوسف حاجي يا حاج عيسى مرعده سمعت تبرم بعدين شيء بدك عليك سو واجب كوقت دعوة علماء ما يقرب استعين ما أنت إني كاتعين علماء دعوة وإلا قرب استعو جديد لو قرب استعو نقال لو قرب استعو عقل يا حكمة لو قرب استعو علماء كل أمتها لدعوة هو يالك محارة رأينا علماء قرب استايان جيفك وأمهد نوغي أسفي عمبو هذي هران رامن أولاد محاسكو معنا تحفيدك برامبرا أساقن إنا جيفاش قرب استايان نميك وزير الدعوة قرب استايان سيدي مجدقة وبسنس أو قرب استايو نوو بابا إنا الدعوة اللي قرب استايو مال إي عقل اللي قرب استايو محان كرو سيخاس إني شيء إني سر إني حالي نيك الدعوة قرب استايو بدك هذا مو واحد محاوي عيسى إيو مصدقه محاك لا فدي يا محاوي هاي شيء محيدين محيدين عصير مسهلنا جالس أكون تطنب مثلا ولي ما شيء نك عامل فدي مركزين نك أحبه ويا جبرين دبن أبار محوي هيدا محيدين الله محيدين الله شيء خرم هذا عبد الرحمن شيء عبد الرحمن شيء خرم هذا وكام إيش فديه جالس أكون تطنب مثلا يعني ما هي مركا عصير نفتي سهاسي وسكو جبرين مركا محالين هاي نين الله نينك قرب جوك سيدي دعوة قرب تاينا الدنيا أغرب لراني أنك أول مرة ما أدعينينا ذات كان لمدنا ومهاناي
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليال جزاكم الله خير حفلة دمانة نفرد إنه حاويان وكتاب إليه سبحانه وتعالى مناسبة إليه عليه سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك وكتاب أنك أسود جنادي قدوش هذا نبي محمد كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياتي آيات كيزنا كنت دبرته وليتذكر أولو الألباب dadka aqlo saaxabka ay ku maartay waan qaataan marka walaalayaal meesha waxaan fadhamaar sheekheyni caalimkaana soo maartay anaga ka dambeeyay meesha ku hadlaynaa inaan ku hadalno ma aha marka insha Allah ta'ala laakin maadaama ay noo yeeri waan kalima ku darsano marka insha Allah ta'ala sheekhaana waxaan maleeynaa shan qodob oo kala u dhinayeen waan ka qabanay anaga raalaha insha Allah ta'ala marka walaalayaal waxaan maar ilaahay baan mudcelinay subhana wa ta'ala kadibna mar walaalaha arrimaha soo qalqaaliyeen in badan lagu celceliyey iyo walaalahayna ayana maaragtay hadday waxaan la yaabanaa sheekh nuux markuu lahaa maaragtay raggan gaarsa ka imaadeen ee lajnada taxkiim maaragtay waxa weeyaan xagga maxay dhahaan erey booda muxuu dhahay xagga laga istaagaan muu dhamaystay ma aha erey booda aan la yaabanaa yaa nama soo dhex galayeen haa nama soo dhex galayeen baaheed laakiin marka dib shaqaa waxaan ka fahmay warkiisa yaani waxyaalaha maalmihii dinaysan istuumin ragga macnaha taa ma garanayno macnaha oo waxa weeyaan oo sheekh cabdiroof kalaxan ka garanaya wiraaqoon dheeraana isku lahayn taasa marka waan la yaabanaa wuxuu leeyahay sheekha lajnada taxkiim nama soo dhexgalayan wuxuu leeyahay oo culimada masuuliyiin marka dambe lagaa fahmay dhanka u wada hadaan dib baan ka fahmay marka jazaakumullahu khayr khayr allah siiyo shaqo fiican baa qabateen culimada dhammaan marka walaalayaal waxa weeyaan arrintan iyada waxa weeyaan waa arrin qaali ah waa kitaabku ilaahay oo la kor yeelo annagana mar intaas dihaaban wa iyaaban unbaan doonayna insha allah ajirka mar noola qoro marka insha allahu tacaala arrintan maarata waxa weyaan dib looga noqonin annagana garab baannahay waxaan kaloo maartay idinku baraarujinayaa iscot ilaa iyo waxaan ku yihahdaa maaratay galmagaala arrintan inta hadda annaga maarata aan dacwadaan usoo kacnay waxaa sabab u ahaa asaaskeeda sheekh cabdiraxmaan wardheere inaad garanaysaan mooye jazaakumullahu khayr waxaan garanayaa dugsiyo fara badan oo taxfiidi ah hata ani meel aan mark marka madrasa 2000 aan ka baxay sheekh uu yiraahdo sheekh cabdi cuul oo haddana naani joogo iyo aniga maartay waashaas oo xaggeenaga uu ka mid ah macna ilaa 100 iyo dhowr aan ilaa 150 ilmood baa tarax tijaano oo maart ka aflaceen macna meesha iyo had maalmi kale joogna dad kale ku wareeyay marka meelo badan asaaska waxa weeyaan in dhirigelinta sheekh cabdi cuul dowlad wadarkiisa uu hata hada kor iyo sheekeyay maal ay ka soo lugeeyeen ilaa ahlo ilaa iyo balanbalan iyo sheekh meesha sheegis iska dhigna marka insha Allah ta'ala marka walaalayaal insha Allah ta'ala amaan iga maaha oo mar sheekha aadamaanta maliyo laakiin waxaan ka wada macnaha daawadu waxay leedahay yaani meel loo celiyo marjac bay leedahay marka jazaa inta ma ka wada wax kala ka wada mana barakallahu fiikum jazaakumullahu khayr ana ra mar bacina nahay wixii maartay daawada garab istaageeda waana idinku mahadcelinayaa ragga inta kasoo qalqaaliyay waan soo gaabinay hal daqiiqo kala halis iyo insha Allah ta'ala hal si dadaalo oo jazaakumullahu khayr barakallahu fiikum sheekh hajir waan san tahay waxaan insha allah kaga siinayaa sheekh jeelani insha allah soo dhowo insha allah bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacdu waxaan mahad u celinayaa allah subxaanahu wa tacaala ilaahay baan ku mahadinayaa noo suurageliyey xafladan sharafta badan waxaa kaloo mahad aan u celinayaa culummadeennii culummada uu hogaaminayo sheekh cabdiraxmaan wardheere diktoorka allah xifdiyo dhammaan culummada allah xifdiyo waxaa kaloo mahad aan u celinayaa madaxdana la socoto waftiga ah ka qayb qaadanayso xafladan waqtigoodana ku bixiye oo uu ka mid yahay sacaadatul wasiir ciisa omar walba hoo iyo hiil nala garabtaageen dacwada iyo maraakista iyo madaarista waxaa kaloo mahad aan u celinayaa ganacsade allah deeqow xaaji maxamed barrow allah xifdiyo uu maatan yahay oo waqtigiisa na soo hore iyo wadaad kala asagana maarad muxuu hadda laga dhawaajinaya muxuu ahaa maya muxuudiin ma aha cawad aad baad u mahadsantihiin iyo muxuydiin sheekh xorme waxaa kale walaalayaal oo mahad aan aad iyo aad ballaaran u celinayaa lajnada lajnata taxkiim iyo guddiga
رابطة بلانبلا علومة بلانبلا أبد ما هتسنتين أنت أكيد بولا ليال فديا ذكر لمد معها إلهي قرآن كله هي وعلم آدم الأسماء كلها إلهي حبر آدم أسماء هي أشياء يعني أيو بري الله سبحانه وتعالى مركو بري ملائكة أمري أو يري السجود ولو سجود وحنكين إبليس كذب با آدم وحالي ره هذه ملائكة وحالي ره آدم با إذن كفض لبضان إلا هو إذن كعلم بني هاي مركز هو حيدا هنا رنتا سورة قل ماها حوها ضوب بيك كينين آدم با ليري آدم وشيك با ليري إن أسماء يومار نحوها علم يا عبرته مركو وشيغانا وحيدهن ربي او اديه فن بيدهن مركا النبي ادم بامار محوها لو سمي حفلت يا ماموس يا كرامين وقولك الهي سبحانه وتعالى دينت ياهي اولا ماموس ايو اولا كرامين ايو ويان ولا ليال مركا ريبالانبلا يا علومه وحان ليهي هرين سيوضا نبي او حير عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نيك ودق عبو. الصغ ومار محارة سنة علمي. إلى حوسة هلا ودق الجنة وخجاره. ربنا برا. وهذا يسين طريق الجنة. أيها يسين. وضري الجنة عتكجار لهذين. وهذا يسان مانتا. إن حلو بهاي هاي مركا. وعنو دردار مينا. دمانتا إنه وعنسو دردار مينا. الله كعبسي. واتقوا الله ويعلمكم الله. إلهي مركات كعب ستان أيو الله إذين برايا سبحانه وتعالى دين تيسا أيو إذين برايا إن الإمام الشافعي رحمة الله عليه وحليه إن حضر إمي حوه إمام الشافعي دين عالم بوها إن حق كقارن حق دين تيلهي برشاوه ذا مركاسا وحويري شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأمرني بترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي وحان أشتري حفظ حمد إذا يفهم برهد إذا شيخ وكيع وشيخ شيخ سويان يعني أشتري وحوي فري أوي أمري معاصي إنا إسكد دايو هذا وقف معاصي كل حجره وذنوب كل حجره دين تعلم برنايا سبحانه وتعالى فأمرني بترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور وحوي شيء علمي إنه نوري هاي دين تنعم برنايا وحاسير لبريو ونور نور ويان ورسالة نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيكود كسو بكتي نبي حقوري شنت آيوات أوريين اقرأ يا لغو بالله أخري أخرين هي قرال قلم كنا وعلى شيء اقرأ وربك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم مركوا قلنك يا أخرينتي iyo inuu suuq ka korsarnaado weeyaan wuxuu yiri markaa fa amarani bi tarkil maasi wa akhbarani anna al ilma nurun wa nurullahi la yuhda li aasin nurku ilahi lama siyo nin aasi ah walaalayaal een mar labaad reebalanbala waad soo dhawayseen waad mahadsantihiin waxaan halka uga baxayaa reebalanbala aad baad soo dhawayseen wax walba waad sameeyseen kaftan yar baan ku dari waxa jiray duqo la yiraahdo haaji maxamed haaji daahir يا وهم ارتقاده نمن رهارون بهم ارتقاده يا إذا على هذا وكفتمونه مركو ارتقاده يروح على وجه المجال يا اللي أو راشين أو عنت أو معانها أو وناك سنة يوكينه قول يسوب فيه وح على وجه رجله ارتقاد لها يوكينه مركز على وجه رهارونه قول يمحاك مكان وعيدا هل أرين باك مكان إن قرية عانة أو مشاة كفرته وعنيه هنا قال هوري لسوق لي إمار منوها قرية عانة وهلك أكفرته يا دمان بايدين هذا ري برانبلا وحو البوات سميسين وصدوين هل أرين با إذن دمان ولما ذا لما توحي ليه برانبلا إنا كوية لنوي بحير يا قبدة بحيرا إنا برانبلا كوية لنوي تاسا إذن دمان مركة تاسا إن شاء الله وإمان بنتا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ جلاني جزاك الله خير الجزاء إلى قبته علماء وحقدم بياه الأخ شيخ شافعي على سوق القيوم سوى وقت إلى الله إن شاء الله شيخ شافعي فلتفضل مشكورا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أنا رأي بلان برابانا مركا رأي قارس ميهي مركا إنا علماء الله يقب بحياء هيت ساسي قفع نيت أنا وأم مهد علم وحكا لكم مدناي ما دام رأي بلان برابانا هاي مهد علم بنوسو استاوي مركا كوبان الله بمهد صلوات رب سبحانه وتعالى إلهي إنو قدري إنتنا دعاء إنتنا طلبة العلم إلهي إسكو كيني مانتا إلهي قاسنا مهد علمينا أنت كبعد وحنا من هالعلم هاي بلان بلاد دمنان شيخ ولا شيخ آدم وأنا شيخ النجاة يا جيفك يا علماء دي رج يا دمر بوا مهسنتين علاس كان عاد قادين حفلة دور كبر سعوتيه قادين وكم مهسنتين وأنا إني جم هالعلم هنا وأنا نية قبل جودي دورنا إن شاء الله أنت كبعد وحنا أم هالعلم العلماء دي يا أرض دي دجال كان صوم مجير رنتي رجع ولا دل أركي سنة تحفيد ده أخيرا دجال بلان بيسوق قلين رنتي أيجي أرض ده ما هذا خاص مليهين فرين لوان راعين لهايو نمان كالارك إسان ظروفه كشقيان رنتي ظروف ما أنت أنلو شقين كريم بكشقيان هل كأوسئ أندران وحاوي نمان كاس إن لغو رهايو نمان كأرض الله سوى صارين الارك إسان أندرتوض ما أنت أنو مانا ظروف أدد كشقيان نمان كآد هل لغو رهايو علم ماذا إخيارت إقارس كيمادين وكمها سنتين عيسى وزير كيني ساهو الله خير وهنين دعوة الآن مغلق قيب قات حتى وروحان حصوص تأسوا وحباء هين وبيضامين أنا يعلم هذا أنك قيب قادن جرن أكون مهسنت هاي حاج ديقو خير الله سيو أحلا أركاين الآن لو قرن أينين وهنين دينتي دعوة كود حجر هونتي مدرسة دان أو ابتدائي يثنوي هي عدادي أبو قعنتكو هيا كيلي قرن إسان مارو مالي مدرسة دان أو رمي استرام أو ابتدائي يا عدادي يثنوي تحفيذيوان هذا ما أنت إمادين نقار بقعني يدكلي haga maanta musabaqada ka qayb galayaan rag booyad iyo gacan ku leeyeen marka nin meesha ka maqan maaha waxaan ku leen allah ku barakee adigana daacwada wad ka soo qayb qaadatay aan la yaab tafaaculkiisa sharci ila xalay markaan inaan baxna aan go'aansanay qofkii i hagaaya taleefanka ii soo diray asagu aha markaan hilmaamaba saaka la khair sheekhana sheekh maxamed daaci oo mahsantahay culimada lajnada tahkiim sheekh abdullah iyo sheekh abdurrauf sheekh mas'ud iyo sheekh hussein waad mahsantii shaqada culus ee qabteen khaasatan waxaan u mahadcelinay شيخ مسعود إيو شيخ حسين عبد سمت بلان بلا مرلا بادي مرصد حال إن شاء الله وكسر نقوم تونتان إيل كيني بادو ماتين ملفق كمين إيمانين رنتي إيل كيني بادو ماتين مانتون بيكويني هيد موغين إيل كيني بادو ماتين كسر دوادا أنا مهد علم تان بانو استوى مهسنتين لانا وحوي دي سنة إنا مرلا باد إيا مرصد حاد إيا مر أفراد إيو مصابقات كان إلهي ونود دائمو إيا كوكسي بلان لجنادي شيخ حسين وهو قامنا إيا شيخ نوح إيا شيخ دواني إيو runti juhud bay niman kan muujiyeen aad awritaba niman kan juhud waqti gaaban bay shaqada bilaabeen say waqti gaaban u bilaabeen iyo say injaas u sameeyeen waxaad maleen kartaa maaha iniga waxa leenahay garabkiina allah gal ajir badan allah inaga siiyo wixii daacwada iniga soo gaareen maarta ajirkeeda leedihiin ani inta aan baareeyna sheego billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا هذا الكثير علماء أنا مبلغ علماء علينا يا كسوق قليان شهر دين المعلمين تأي وزازية أي خيارة فرح بضن دكتور ورير وريو أي وزير هذا سيدا الله يسوره مجد يقو المعلمين تا أنت وأنا علينا يا نحن نقع إلهي سبحانه وتعالى كدب أنا أقول كي يسكت قابلني هاي حان لها الله يا دكتور وردير وآه الشيخ هنا ومهاركتي سبب وها انفربنا ما انتماشن جوكتوين بلان بلا دب وقصة النقضان ودعونا كغيباطان أنا عزوستا كل أنا يعني مدرسة ويسو أخر ابتدائي عدادي ثانوي إلى جامعات مربو ونوبورين جرينا أرادكم نقلنا ودعوذي لفوليو marka shaqeena allah barakeeyo inkastoo bari aan culimada aad ay u baxayso oo aad ay u dhamaanayaan ilaahay waxaan ka barinaa culimada inuu ilaahay u siiyo amar barakeysan aafada socota ilaahay u dhax ka mariyo marka shaqo waxaan u sheegaynaa inaan shaqadii uu noo diray inaan si fiican u wadno aslan waxaan ka cabsanaynaa inuu soo duciyo aan noo taageero qodobka kale waxa ku saabsan yahay ragana khiyaarte sida la xiisay yaro oo wasiirka marwada noo imaado lagu soo booqdo madrasooyinka tulooyinka fogfoon oo maado
مرغون قرب تغنى صار ومهد إلا يا مجد يقو أصيغانا مانتا عني يوريس وحستاوي أصيغانا مانكو سودوين هاي وحارا إلا نيشيو رابضو لما سيشن كنسو قوان قاوية مانتا مسابقا ورابضو وبلانبلا ولن اسكحرتو ويان بلانبلا دعوية كشقيسا أنا وحانا هارين كروحي وري فكر كان كاني مدى سوى ودني قد يكون ملقار بان سماني كدب قد رسمي عيان مشان كل سنة وشيخ حسين وما حدو إياهي حرا مركان عني الشيء روح والبقو عنا ظروفات كجران أرمين وحوال بو يقولون سياسة بين وحلا سوقش وحوال بو سياسة بين وحلا سوقشي وحوال بو سياسة بين وحلا سوقش وحان كعب سنة طابل عانت اللي قوزنا إنه سياسة بين وحلا سوقش مركا رابدون الشيخ حسين يشيخ نوح إيهين نبدأ إيه وقامنا عيان أنا كوان كوكال سنهي أنا كمارتي انتان فكر كاني يعني لي إنن راب دس الرسول موجي سنين لهم أنا كار لأن الروح والبوه دو قولي دي سيس كي وجر دعوذ لي إيه تا واحد كوران كشغ كده حيسو معلوم إيه لناسو مركا حاين يعني كعصنا إينا تاقيرتان وهارتو ماد إلا يا ضد بارو حجر المحسين وهذا كقب قاتي حفيدا وخرش كبحي ومجدوه وكجر عيشير وكجر علماء أي كجران تدفر بضل وماشا فريق كجران كقب قاتي وخرش كودي كبحيان وانو ماد إلينا marka raabido walaal dhuruf adag bay ku shaqeysa macallimiinta sidoo kale te hal codsanaya balaanta kala geer probox adu gudeen majado probox kala midayn u gado anagana walba oo nigu taayiraya arintan ayde man garab seenena ruuxi doona noqdo dur aan noqdo ninkii mandheera ka gabana nin walba oo arintan nigu taayirayo umada way tashatay jeelan bay laga balanbala waa isku xirannahay nimanka meeshan u dhaqaajaan manaadina markan markan waxaan ka codsanayaa inaad taageertin culimada macallimiinta walaal ku ka hadlay waxaan rabaa inaan ini sheego tartan tartan ugu horeeyay loo noqonin aan isku qalbi faransa hadda aan isku shaqeyno raabidoona oo la shaqeyno aan u sii shaqeyno taxfiidaha natiijada wadu way fiican meesha laga sii wado marka sidaan hadda aan isku xirannahay aan isku xirnaano sida hadda aan isku xirnaano huruud tan ka adkaanayna xulo mushay marka intaas aan ku soo geeyo salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa sintin وقتي جوا 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 هذا الك حق علماء وكذا ما لي يا رب العالمين